لا خالتي، إذا صار لشي شو بدي أعمل؟ عم يقولوا الدكاترة صاير معها نزيف داخلي، ما خبرني إنه عنده تشوه شرياني وريدي، وإذا ما لحقوا لخالتي لا لا لازم تفكري شو لازم تعملي. أول شي بدي استأجر بيت اليوم وبسرعة، لازم بأسرع وقت. أنا قلت لك ما تتصل فيه، ليش متصل فيي 100 مكالمة؟ مو منيحة؟ وأنت اللي دخلتها على المشفى؟ حفيدتي عن قريب رح تتزوج، أنت ليش طلعتها هلأ؟ مو وقتها. للأسف يا مدام، هي نزل ضغطها كتير وداخل وما أكلت شي من 3 أيام لهلأ، حطينا لها قسطرة وريدية، إذا ما عالجناها ممكن المريضة تموت. وإذا صار هالشي الشرطة رح تتدخل أكيد، ورح يحققوا ورح نتورط أنا وياكي. بما أننا بالمشفى هلأ لازم تخبر الموظفين إنه حالتها خطيرة وعقلها مو مستقر، ولازم ينتبهوا وما لازم يسمحوا لحدا يشوفها، ولازم تضل حالها وما حدا يزورها، ممنوع حدا يشوفها. عم تفهم؟ حاضر. بترجاكي تصحي وما تتركيني، بترجاكي. ألو؟ أنت عم تحكي من وكالة الدولة؟ شكراً كثير على اتصالك هذا، بس بدي انتقل بأقرب وقت ومستعجلة كثير. أنا عم دور على بيت غرفتين، غرفة وصالون مناح بكفوا، بس بدي البيت بكرة وراح أعطيك الأجار إذا كان الأجار مناسب لوضعي. طبعا أستاذ الموضوع مستعجل كتير لو سمحت. شكرا كتير إلك، شكرا كتير، اتفقنا. خالتي ما رح خليكي ترجعي على هداك البيت ابدا شو ما صار. هلأ شو بدي رد على رسالة أهان؟ ما في يقول له شو عم يصير معي، بس أنا لازم رد علي. بولا بولا وينو هاد كمان؟ شو هالغباء؟
شو هالرد هاد؟ حتى مو مهتمة تحاكيني. شو عم بيصير؟ لازم ابعت رسالة لميانك. أنا بالمشفى مع خالتي، وخالتي اليوم عملت حادث سير وهي بالمشفى. أنا ليش عم ابعت له؟ هو لحد هلأ ما سأل ولا اطمن، هو حتى مو مهتم فيه ولا حتى سائل. أصلاً آهان مهتم فيه أكثر منه، هو اللي لازم رد عليه. شكراً لك، كان يوم صعب كتير بس كلامك ساعدني أكثر. خالتي! 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 شو صار؟ دكتور! دكتور! في حدا هون؟ بترجاكم تعالوا، ما بعرف شو صار له! خالتي! خالتي يا دكتور! بترجاك شوفها خالتي! خالتي! دكتور بس قل لي شو صار معه؟ وليش هيك عم تعمل؟ لازم تصوير رنين، وإذا كان في نزيف بدنا نعمل لها جراحة. خالتي دخلوها فورا. خالتي ما رح يصير لك شيء، أنا معك هون وما رح أتركك أبدا لحالك. إيه رح تكوني منيحة. أنا بنت يتيمة، لا تأخذها مني بترجاك. أنا نسيت ورقة التأمين بالبيت. جوز خالتي كيف بدي جيبهم لهون؟ مدام لوين رايحة؟ لازم تسلميني الأوراق. مدام أنت السبب اللي بعدني عن أولادي كل هالعمر. ما
لازم روح على المشفى اليوم وبأسرع وقت ورجع هالمجنونة على المصح. عرس بونيت، أنا اضطريت أرقص بعرسها. عم إشكي عم يتصل ولازم روح على البيت، خبر إشكي تلحقني لو سمحت. أنا وحدي غبية وما بفهم. قال عم اتصل معه وكأنه رح يجي ويساعدني هلأ دغري. يا قدير، حملي خالتي من عندك، بترجاك بترجاك تحميها بترجاك. لو سمحتي بس دقيقة، بتعرفي شي عن خالتي شو صار معها؟ لا مدام، أنا هون لأفحص المريضة الثانية. شو لازم أعمل؟ وين راحت؟ مين؟ مريضة بالسرير الثاني مو موجودة، شفتيها لوين راحت؟ لا، كنت برا عم احكي مكالمة. وين راحت هي؟ أنا منتهي إذا الدكتور بيعرف. بترجاك 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 يكون كل شي منيح. لو سمحتي لازم شوف المريضة، هي جابوها هلأ من المصح العقلي. هالصوت بعرفه، مو غريب علي. روحي اطمني على خالتك وشو بدك بغيرك. شو صار؟ وينها؟ بترجاك قلي شو نتيجة التقرير؟ بترجاك قلي وتحكي لي كل الحقيقة. من لما كنت صغيرة أهلي ماتوا. أنا جاهزة ومتعودة إني انصدم مهما كانت الأخبار، إذا كانت سيئة أو منيحة. بس بترجاك قلي الحقيقة، بترجاك. شوفي شو مكتوب بالتقرير. أنا وخالتي مو أغنياء، بس ولا يهمك ابنه، خطيبي غني كتير. إذا كان لازم اترجى مشان المصاري رح اترجى ورح جيب المصاري اليوم قبل بكرة دكتور. بس أعمل شي مشان خالتي، مو مهم أي علاج أو عملية. بترجاك قلي شوفي التقرير، أنا جاهزة لكل شي، أنا موافقة شو ما بدك. بترجاك قلي شو التقرير وريحني. ما في اتزوج هيك، مستحيل اتزوج بهالطريقه. اوه ماي جاد، ليش عم فكر بإشكي كل هالقد؟ انا لازم احكي مع ستي بالاول، انا لازم اقول لها انه لا، ما بدي اياها تعلن زواجي. اذا ما قلت لها هلا رح تخبر الكل بكره. طيب عادي عادي لو سمحتي.
اهدي، اشربي مي وروحي، تفضلي. عم تدعي من زمان مظبوط؟ الرب سمع دعائك. خالتك ما عندها أي نزيف داخلي، بس في شوية قطب بإيدها، بس هيك. دكتور أنت رجال كتير طيب، بتمنى تفوز بالجائزة الكبرى وتحقق نجاح أكتر وتصير مشهور كتير وبعفي منك. دكتور بعتذر، كنت كتير متلبكة. مو مشكلة، بس لازم تنتبهي عليها أكتر إذا تعرضت للإصابة مرة تانية. لا 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 دكتور، ما رح يصير معها هيك مرة تانية أبداً. من هلا ورايح رح انتبه عليها منيح، ما رح أتركها بنوب. بوعدك دكتور، هذا وعد مني. شكراً لك، شكراً كثير، شكراً يا ربي. ستي أنا آسف على الإزعاج، بس في موضوع. وين راحت ستي؟ شو هي ولد لتضيع وانت ما ربطتها؟ شو كنت عم تعملي انت؟ وانت الحق عليك، انت ما عطيتها بايدك ابره من كم يوم؟ هاد بيعني انه حالتها العقليه مو منيحه بنوب. يلي صار يا مدام هو سكوت ولا حرف، لانه اذا حدا شافها قبلي وعرفها كتير شغلات رح تصير. حفيدتي رح تتزوج بهدول اليومين، شو رح يصير لي انا اذا وصلت على البيت؟ واذا الناس عرفوا وين كانت، فكر شو رح يصير فيك وقتها. لهيك الأحسن إنه نلاقيها. عشو عم تطلعوا؟ روحوا دوروا. أنتوا لوين رايحين؟ قولوا لي وين رح تدوروا عليها قبل. نحن فحصنا كل كاميرات المراقبة، هي لساتها بالمشفى ما طلعت منها، أكيد فينا نلاقيها. أي دوروا بكل مكان، وبتكون تلاقوها لو تحت الأرض. حاضر. عم يقولوا أرسونو سونو سونو بنتي. يا ربي أنا لازم شوفها، لازم شوف بنتي. حبيبتي سونو كبرت وصارت عروس، أنا لازم شوفها. حدا هون؟ افتحوا الباب، افتحوا الباب، حدا يفتح لي الباب. افتحوا الباب، افتحوا، افتحوا لي. بدك شوية بطاطا؟ ماما البطاطا بالكاري كتير طيبة. البطاطا منيحة كتير، هي مناسبة مع كل شي. بتمنى لو أخي كان بيشبهها. ليش عم تتطلع وكأنه أخي واقف وراي؟ ستي وين؟ أمي؟ ليش كلكم مزبطين حالكم؟ رح أطلع من البيت وما بتأخر. أخي؟ أنت منيح؟ شو صاير؟ أكيد رايح يشوف ريا، تركوه؟ تيابك مو مبينة تياب موعد. أنا رايح الشغل. لكن مين رح يروح يشتري غراض وقائمة غراض الست سارلا؟ خلاص أنت روح مع ستي. أنت روح مع أبوك، أنا بدي أطلع عندي مشوار. ستي؟ وين كنتي مبارح؟ ماما؟ أنت ما كنتي بالبيت؟ خبريني كل شي تمام؟ ستي؟ مبارح وين كنتي؟ كنتي مع رفيقك ما؟ سكرت أمك. أنت بتعرف رفيقتي؟ كنتها كانت زعجتها كتير، لهيك
نزل ضغطه وتعبت فجأة ورحت بالليل لحتى زورها، وحتى هلأ رايحة لهنيك. مين هاي الرفيقة حماتي؟ ماما لا تروحي لحالك، أنا رح وصلك. لا لا لا، أنت بدك تروح تجيب الغراض، ولا ست سارلا بيصير لها فرصة لتعمل قصة وتحكي علينا. وكل شيء لازم يصير حسب الأصول، اتفقنا؟ مرت عمي أنت لا تشغلي بالك. إيه ماما لا تشغلي بالك، إذا أنت وأهان مشغولين خلص نحن منشتغل. إيه كارتك وصل ستك، بس لتجيب المفتاح. لا مو مشكلة، كل شيء رح يكون منيح. سافيتري لهلأ ضايعة، والناس هون بلشوا يشكوا فيه كلهم. إذا سافيتري وصلت لأولادها وقتها رح تخرب خطتي كلها وتنتزع. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.